أخبار اليوم. صحته رحيل وانتقال من حال إلى حال، وعاش عمره كله مشروع روائي يدور حول هذه النقطة، إنما جسده رحل، إنما الأعمال مستمرة وموجودة. دي رسالة وفاء وعرفان من مصر ممثلة بكل وفاتها، اللي هو عاش علشانها وحارب علشانها وضحى علشانها. ورسالة للعالم كله إن العمل الصادق لا يضيع أبدا إنما يمتد. وعرفان ووفاء البلد اللي عندها وحارب من أجلها وتألم علشانها وفرح بيها واتحد مع أفراحها وأحزانها وأصبح هو وهي واحد. نقدر نقول الوصية أو الحاجة اللي كان نفسه أستاذ جمال وطن الله يرحمه فيها، وأنت أكيد أقرب حد ليك، إيه الحاجة اللي كان نفسه دايماً يشوف فيها مصر، أو الأمنية الأهم أو الوصية اللي كان دايماً يعني يتمنى أن تتحقق في مصر؟ ده كان بيتمنى الخير والأمان والرفعة لهذا الوطن. ده كان في علاقته بالجيش والقوات المسلحة واستقلاله، وأنا عايز أبتدي هذه الفرصة الإكرام اللي أكرمت بيه الوالد خلال رحلة المرض ووصولا لهذه اللحظة، هي حاطته بالرعاية كرعاية باسم ورعاية طبية في صرف طبي عظيم مجمع الجلاء الطبي والطبي والرعاية الطبية اللي هي القوات المسلحة. مهما اتكلمت وقلت ده مش هيعبر عن الرواية، لأن احنا اتربينا على حب هذا الجيش بسبب احنا واقفين في الميدان النهارده، وحاط والدي بالرعايه في مهنته وبيتلقى العزاء في هذا العزاء مش مصر هو الاستاذ جمال وطن السنه اكتر. طبعا اكيد فتره السياحه مصر كلها عمرها ما تقدر يعني تقل باي شكل عن تقديم كل ده واكتر للكاتب العظيم اللي كان اكتر منه، والناس كلها بتوجه. شكرا يا فندم جدا.